عليكم. طبعا زي ما شفت السنتين اللي قبلها، انا موضح الى الان، امس بالليل اصدر قرار تطبيقه على جميع السكان داخل وهان. تخيلوا معي 12 مليون شخص، طبق عليهم القرار بمنع خروج من اماكن الا للضرورة القصوى. مو التطبيق زي اللي اول نزل، مثل القرار اللي قبل هذا. حتى السكن او الكمباوند اللي ساكنين برا، سكرتية موقفين عند كل بوابة يمنعون خروج الشخص الا للضرورة. خروج راح يكون لمدة 3 ايام مرة واحدة فقط. طبعا انا قبل شيء طلعت تصاريح لي اني اقدر ادخل وانزل، لكن او اي فرد شخص اخر ساكن راح يطلع لمدة 3 ايام مرة واحدة وشخص واحد. راح يكون المدة او اي فرد شخص اخر ساكن راح يطلع لمدة 3 ايام مرة واحدة وشخص واحد من العائلة اللي يخرج، غير كذا ما عندهم. طبعا هذا شيء عظيم انه يطبق في يوم وليلة. من الليل الصباح كل شيء جاهز في كل الاماكن. هذه ليس لكبت الناس في بيوتهم، لا، لحد من انتشار المرض، لانه بدوا زي ما وريتكم امس نزلت سنابات انهم ينظفوا الشوارع، وقبل امس نزلتها برضو، خلاص فما يبغى احد ينزل برا الا الضروره القصوى عشان ينهون المرض. مره ينهونه داخل وهان محافظه خوبي. والف مره نعيد ونكرر، لا تصدقوا الاشاعات. نزلوا لي ناس يقولوا هل انه الارقام اللي تطلع حاليا حقيقيه؟ الى الان كل شيء مؤكد انها حقيقيه، ولا تصدق انها في ارقام يقول لك ممكن في ارقام غير مراضين يعرضونها. الى الان ما في اي شيء، كل ارقامهم حقيقيه، والوضع في تحسن جدا. يعني ارقام الاحصائيات حق الناس المتعافين كل ما لها ترتفع بزياده، وارقام حالات الاشتباه كل ما لها تنزل. هذا جدا جدا عمل جبار. فبإذن الله راح ينتهي المرض قريب، وتنتهي الأزمة الحالية. وشكرا شكرا شكرا لجهود الصين، جهود جبارة، جهود جبارة، دولة عظيمة ورب البيت.